تم اليوم الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. لنا خطة جماعية لتمكين إن شاء الله في المستقبل نشتغل عليها لتمكين تبادل التجارب، لأن الوكالة الصينية هي رائدة في أخبار في الصين، ولكن هي رائدة في نفس الوقت على المستوى التلفزيوني والإذاعي. في كل جهة من جهات الصين الكبيرة يوجد وسائل إعلام تلفزيونية وإذاعية مدبرة من طرف الوكالة الصينية. وبموجب هذا الاتفاق ستشرع الوكالتان في تبادل المعلومات المتاحة لديهما باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، فضلا عن المواد الصحفية متعددة الوسائط. الصين والمغرب شريكان استراتيجيان، وأعتقد أن التوقيع على هذا الاتفاق الجديد سوف يعزز ويعمق العلاقات الثنائية بين البلدين. ويعود أول اتفاق للتعاون بين المؤسستين إلى سنة 1984، تم تحيينه مرتين، الأولى في سنة 2002 في إطار زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى العاصمة الصينية، ثم مرة ثانية سنة 2007.